تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من توقيف عصابة مختصة في ترويج المخدرات عبر القطاع. العملية التي عالجتها فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. تواتي بالعربي يفصل أكثر. تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من توقيف عصابة أشرار مختصة في ترويج المخدرات عبر قطاع الاختصاص وحجز كمية منها. العملية التي عالجتها فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية جاءت بناء على معلومة أمنية وردت إليها تفيد أن أحد أفراد العصابة والبالغ من العمر 43 سنة والمنحدر من ولاية مستغانم معتاد الإجرام يحوز على كمية من المخدرات بصدد ترويجها بوسط مدينة مستغانم. عليه بتاريخ 16/3/2021 وبعد إخطاء السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم المختص إقليمياً تمت عملية تتبع المشتبه فيه والإيقاع به وهو على متن مركبته من نوع كيا بيكانتو والمرقمة بترقيم ولاية مستغانم. بعد عملية التفتيش للمركبة وعملية التلمس الجسدي للمعني بالأمر ضبطت 5 صفائح من الكيف المعالج بوزن إجمالي قدر ب 540 غرام. التحقيق مع المشتبه فيه كشف عن ممولها الرئيسي من المخدرات والبالغ من العمر 52 سنة المقيم بمستغانم، حيث بعد تفتيش مسكنه كانت نتائجه سلبية ليقوم بتسليم نفسه إلى مقر الشرطة بعدها مباشرة. عن التهم الحيازة والمتاجرة في المخدرات تم إنجاز ملف إجراء قضائي سيقدم بموجبه سالفي الذكر أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم. وشكرا.